والاسم اليوم هو الغفار، لكن مادة غفر في المعجم وردت بصيغ ثلاث، وردت بصيغة غافر، غافر الذنب قابل التوب، ووردت بصيغة غفور على وزن فعول وهو الغفور الودود، ووردت بصيغة غفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لماذا وردت كلمة غافر وغفور وغفار؟ لأن هناك إنسان ظالم لنفسه، فالظالم الله عز وجل له غافر، والظلوم الله عز وجل له غفور، والظلام الله عز وجل له غفار. فإن كنت ظالما فالله غافر، وإن كنت ظلوما فالله غفور، وإن كنت ظلاما فالله عز وجل غفار. وسعت رحمتي كل شيء، وأنت أيها الإنسان وكل ذنوبك شيء، ووسعت رحمة الله كل شيء. لذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. النقطة الثانية أيها الإخوة، أن الذنب متناهي محدود، لكن مغفرة الله ليست متناهية، لا يحدها حد. مهما كان الذنب كبيرا له حدود. إنسان أكل مال حرام 100,000، في 100 مليون، لكن في النهاية في رقم. إنسان قتل إنسان، قتل 5، بالنهاية في رقم. هتلر قتل 50 مليون إنسان، 50 مليون إنسان رقم محدود، لكن مغفرة الله عز وجل ورحمته لا حدود لها. لكن هناك نص للإمام علي كرم الله وجهه رائع جدا، يقول فاعل الخير خير من الخير، لأن أي عمل خير محدود. أطعمت 1,000 مسكين، زوجت 1,000 شاب، وزعت 1,000,000 بيت، لكن فاعل الخير يسعد بهذا العمل إلى أبد الآبدين. ففاعل الخير خير من الخير. والذي ألقى قنبلة ذرية على هيروشيما قتل 300,000 في ثواني معدودة، العدد محدود، لكن الذي ألقى هذه القنبلة سيخلد في النار إلى أبد الآبدين. العمل محدود لكن العقاب غير محدود. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الشيء اللطيف أن الله سبحانه وتعالى أورد كلمة المغفرة بكل صياغها، أوردها بصيغة الماضي فغفرنا له ذلك، وأوردها بصيغة المضارع يغفر لمن يشاء، وأوردها بصيغة المستقبل رب اغفر لي ولوالدي، وأوردها بصيغة المصدر غفرانك ربنا وإليك المصدر. يعني يغفر في الماضي ويغفر الآن ويغفر في المستقبل، ويغفر بالمعنى المصدري في كل زمان ومكان، هو غفار. وما أمرك أن تستغفر إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تدعو إلا ليستجيب لك. أما الفرق بين غافر وغفار
وبين غفار وغفور. فالفرق بين الصيغة العادية وبين صيغة المبالغة. حينما تأتي بعض أسماء الله الحسنى بصيغة المبالغة، يعني يغفر للستة آلاف مليون إنسان عدداً، ويغفر لأكبر ذنب يرتكبه الإنسان، يعني مبالغة كم أو نوع. لكن هناك حقيقة خطيرة، أنه ما دام الإنسان مقيماً على ذنبه فلا مغفرة له. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن لم تتب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والأدق من ذلك أن هناك عدد من الآيات أظنها ثمانية، ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لا يغفر إلا إذا تبت من الذنب. وأركان التوبة الإقلاع فورا، وإصلاح ما مضى، والعزم على ألا يعود إلى الذنب. أركان التوبة علم وحال وعمل، وإقلاع وعزيمة وإصلاح. علم وحال وعمل. كيف تعالج نفسك من ارتفاع الضغط إن لم تعلم أن ضغطك مرتفع؟ لا بد من أن تطلب العلم حتى تعلم أخطاءك. أوضح لكم هذه القضية. ائس بإنسان أمي واقرأ أمامه نص صفحة وتعمد تغلط بكل كلمة. الفاعل منصوب، مفعول به مرفوع، المجرور منصوب، بكل كلمة. يقول لك ما شاء الله شو هالقراءة، لأنه جاهل. أما قرأ النص أمام دكتور في النحو وغلط بحركة واحدة، يقول لك واقف. لو أخطأت بحرف داخلي هي ضبط الكلمة، يحصل أم يحصل ضبط الكلمة، بشفتك الغطأ. فلذلك متى تتوب من الذنب إن لم تعرف حدود الذنب؟ لذلك الذي لا يطلب العلم يرتكب أكبر الذنوب ويقول ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ مرة قال لي طالب أنا لا أخاف من الله، قلت له أنت بالذات معك الحق. استفزيته، قال لماذا أنا بالذات؟ قلت له لأن الفلاح يذهب إلى الحصيدة ومعه طفل صغير عمره سنة أو سنة ونصف، يضعه بين القمح، قد يمر أمامه ثعبان طوله 10 أمتار لا يخاف منه بل يضع يده عليه، لأنه لا يملك الإدراك، والذي لا يدرك لا يخاف. طبعاً إذا إنسان تعطل إدراكه لا يخاف، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. إذا البقاء على المعصية يلغي المغفرة. العوام يقول لك الله غفور رحيم، هي سذاجة وبلاهة وغباء. غفور إذا تبت من الذنب. لو جئتني بمثلي السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، بشرط أن تأتيني تائبا. في نقطة ثانية، نحن في مأمن في إحدى حالتين أو في بحبوحة،
في مأمن إذا أطعنا الله أو طبقنا منهجه، أو بتعبير آخر اتبعنا سنة نبيه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت انتقلت إلى الرفيق الأعلى. ما معنى أنت فيهم؟ يعني سنتك فيهم، الحلال بيعرفوه والحرام بيعرفوه، وأحكام الاختلاط بيعرفوها، والعورة والمشروبات الممنوعة وكسب المال الممنوع. إذا طبقوا سنتك ووقفوا عند حدود الله هم في مأمن من عذاب الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي مأمن آخر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا الاستغفار يمنع عنك العقاب. يعني مثلا طالب نال صفر في الرياضيات، وأبو عالم وشديد ومخططه لمستقبل كبير جدا، فالأب هم أن يعاقبه عقابا شديدا، نظر إلى ابنه رأى وجهه مصفرا ولم يأكل الطعام، وركبه هم شديد، وعنده مبلغ جمعه خلال سنة أراد أن ينفقه على دروس خاصة للرياضيات، فلما وجد الأب ابنه قد ركبه هم شديد واصفر لونه وترك الطعام والشراب وأزمع أن ينفق كل ما يملك لدروس خاصة، هل يضربه؟ ما دام ندم واهتم وتألم ولعله بكى. إذا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آخر فكرة، ورد في بعض الأحاديث أن الذنب شؤم على غير صاحبه، صاحبه عليه شؤم وعقاب. دعك من صاحبه، دعك من الذي ارتكب الذنب، الآن صديق من ارتكب الذنب. قال إن ذكره للناس فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضيه شاركه في الإثم. إنسان ارتكب معصية كبيرة ولتكن مالية، أنت قلت شاطر شاطر وحل مشكلته، معنى أنت أعجبت به وأكبرته، شاركته في الإثم. أنت بدمشق والذي أكل المال الحرام في الأسكن، قلت والله شاطر وحل مشكلته، طلع رجال مثلا. الإثم الذي يتحمله تتحمل مثله أنت، إن رضيت به شاركته في الإثم، وإذا عيرته واستعليت عليه وتكبرت واعتديت بنفسك وأنت إرادتك قوية وأنت لا يمكن تغلط الغلطة، الله عز وجل بيأدبك بيضعف لك مقاومتك وبتنهار وبترتكب حماقة أكبر منه. وإن عيرته تريت به، وإن ذكرته فقد اغتبته. إذا الموقف الأديب إذا كان أخوك أو صديق أو جار أو زميل ارتكب ذنب، ينبغي أن تشكر الله فيما بينك وبين الله على أنه عافاك من هذا الذنب، وينبغي أن تنصحه بينك وبينه دون أن تفضحه ودون أن تشمت به ودون أن ترضى عنه. والحمد لله رب العالمين.